മുസ്തമിഊന അൽകിറാം, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ഉഖദ്ദിമു അമാമകും ശിഅറൻ അൻ ഹൂതിൽ അസ്റഖ്. അല്ലഫ ഹാദ ശിഅർ അസ്സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫാറൂഖി വാഴക്കാട്. ഫി ബഹ്റിൽ മുത്തഖാരി ഔസാനുഹു. عَنِ الْمُتَّقَارِ بِقَالَ الْخَلِيلُ فَعُولٌ 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 فَعُولُ يَمُوتُ الشَّبَابُ بِحُوتٍ خَطِيرٍ بِيَزْرَقَ لَوْنٍ بِلَعِبِ الْغَدِيرِ فعبث كثير بجوالهم ففي وسط ليل لحاب الفجر برؤية أفلام هول به فصاروا عبيدا لوال خدير فيعرج سطها دياري لهم وقمات بنيان مدن ذغير فيجريح أنحاء جسم له بهادي السلاح ثم اللبان إذا ما أراد تخلف ذا يهدد وال عذابا خطير سباحة فرد بموج البحر فيأمر شعبا على الانتهاء فهلا شباب عقول لنا لوقت قبولا تحدي الدهر فصاحب خيارا لسلم بنا إلى الخير أقبل لا للغد وسهل حياة هي الرحمة من الله أسعيد بدون الضرر فأختار لعب فصيح هنا بتقييد فكر بواح الغدر مهمات لعب خطور بنا لدنيا وأخرى جميع خسير فإياك غفلة تعيش لنا فليس رجوع لثاني المفر فليت ترى النسح مر لك كأملودج بعد تحلو بمر بتقوى الإله رجوع سريع إلى الدين دنيا بقلب صبور.